دلوقتي نطمئن على حالة الطقس، وبيان هيئة الأرصاد بيقول إنه الهيئة بتتوقع اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. وبيتوقع أيضا خبراء الأرصاد أن يسود الطقس معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، ورياح بتنشط على شمال الصعيد. تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري وفرص لسقوط الأمطار. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس مع دكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة إيمان صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة أدا وأستاذ خالد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. إيه الجديد يا فندم النهاردة في حالة الجو وخلال اليومين القادمين؟ هو طبعا زي ما حضراتكم ذكرتوا، النهاردة مازال في فرص سكوت أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية، أيضا بعض محافظات الدلتا. هذه الأمطار هتكون بالنسبة للسواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة، أما بالنسبة للدلتا أمطار متوسطة، وأيضا في فرص سكوت أمطار على بعض مناطق متفرقة من القاهرة، ممكن تكون أمطار خفيفة اليوم إن شاء الله. ده طبعا مستمر معانا النهارده الاحد ان شاء الله. غدا الاثنين هتبدا تنحصر الامطار على السواحل الشماليه للبلاد، وهتكون امطار خفيفه ان شاء الله ما فيهاش اي مشاكل. ده هيستمر معانا يوم الاثنين والثلاثاء ان شاء الله. درجات الحراره ما زالت في المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام، بدانا نشعر بالبروده اثناء ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، والطقس فعلا بيكون بارد اثناء الليل والصباح الباكر. وطبعا الشبوره المائيه بتكون موجوده على الطرق في الصباح الباكر، وخاصه الطرق السريعه والطرق الزراعيه، فبننصح بالقياده بهدوء على الطرق. لكن دكتوره ايمان، الشبوره النهارده كانت يعني لا اقل من معدلات كل يوم. هو طبعا علشان في فرص سقوط امطار فبتكون الشبوره اقل، لكن بعد نهايه فرص الامطار بتبدا تزيد كميات الشبوره. تمام. الجو ده مش ممكن يستمر طول السنه يا دكتوره ايمان؟ جو رائع الحقيقه. يا ريت، احنا بنتمنى فعلا ان هو جو فصل الخريف بيكون اكثر اعتدالا في درجات الحراره. هو فصل الخريف مش فصل هو الربيع. هو الخريف فعلا. عندنا هو الربيع، يعني هو الجو البديع الحقيقي. جميل فعلا. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه. الحقيقه احنا كمان عايزين ناكد انه على الرغم من اعتدال حاله الجو، لكنه طبعا ده ما يمنعش انه كثير من الناس اللي ممكن تكون بتخرج في وقت مبكر وبتعود متاخر ان هي تامن نفسها بالملابس، لانه الجو فجاه بالليل بيكون مختلف تماما عن فتره النهار والصبح بدري طبعا. طيب نشوف مع حضراتكم بقى بيان بدرجات الحراره.